في محاضرات البحث العلمي وفي السياق وما بعده. النهاردة هنتكلم عن الاستقصاء العلمي كأحد أساليب البحث العلمي وأدواته الهامة جدا، وخاصة في مجال التعليم. قبل ما نبدأ إن شاء الله تعريف الاستقصاء العلمي والحديث عنه، إحنا هنتكلم في بعض المفاهيم اللي الناس عارفاها عن الاستقصاء العلمي، نحاول نصححها ونتكلم هل الاستقصاء ده في المعاني اللي الناس عارفاها دي، هل دي معلومات صحيحة عنه أو لا؟ تمام؟ فخلينا ناخد كده بعض المقولات عن الاستقصاء وتعريفاته ومفاهيمه. من تعريفات الاستقصاء انه اسلوب تعلم يتضمن استكشاف الطبيعه والعالم المادي، بمعنى انه انا عشان اعتبر نفسي بستخدم الاستقصاء العلمي سواء في المجال التعليمي او غيره، انا ببدأ باستكشاف الطبيعه اللي حواليا والعالم اللي حواليا. انا الطالب هو رايح للمدرسه او راجع من المدرسه بيبتدي ينظر حوله، يشوف الظواهر اللي بيشوفها حواليه، المشكلات اللي بتقابله، الاشياء اللي بيمر عليها اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، ويبتدي يصنفه. ودي ليه احنا بنعتبر الاستقصاء هنا من اساليب وادوات البحث العلمي، لأنه بيولد لنا أو بيخلق عندنا باحث علمي دقيق الملاحظة، لأنه بيبدأ باستكشاف العالم من حواليه، بيعلم الطالب أو المعلم أو الباحث ده إنه يبتدي ينظر حوله. بداية أي بحث علمي إني أبص البيئة من حواليا، دي البداية، إن أنا أكتشف المشكلات، أبتدي أكتشف الأشياء اللي أنا ما كنتش أعرفها قبل كده، ما كنتش بلاحظها في العادي. دي بداية البحث العلمي، عشان كده احنا بنعتبر الاستقصاء من أهم أساليب البحث العلمي. تمام؟ طب أنا نظرت حواليا وعرفت إيه الأشياء اللي أنا كنت أعرفها من الأول، إيه الأشياء اللي ما أعرفهاش خالص، إيه المشكلات اللي قابلتني في طريقي وأنا رايح وأنا راجع وأنا رايح مشوار وأنا طالع من بيتي وأنا طالع من مدرستي، هبتدي أسأل. ودي أول خطوة من خطوات البحث العلمي، إني أطرح أسئلة. طالما بدأت أسأل كده معناها إن مخي بدأ يشتغل ويركز ويقرر إيه الأشياء المهمة وإيه الأشياء غير المهمة. ابتدي أسأل إيه ده وإيه ده وليه الظاهرة دي بتحصل وإيه أسبابها، يا ترى ممكن نحل المشكلة دي، يا ترى ايه اللي سبب المشكله دي من الاصل، طب هل الشيء الفلاني ده ممكن يحل المشكله ولا لا. هنا بيبتدي العقل يتساءل ويبتدي يحاول يوصل لحلول. ودي الخطوه الثانيه، انا الاول قررت، ودي من صفات البحث العلمي ان يكون دقيق الملاحظه زي ما اتكلمنا في المحاضره الاولى. ثاني نقطه سالت واستفسرت، ثالث نقطه ان انا اوصل لاكتشاف او اوصل لنتيجه او اوصل حل المشكلة معاك. تمام؟ يبقى الاستقصاء هو أسلوب تعلم يتضمن استكشاف الطبيعة والعالم المادي اللي حوالينا، وده بيؤدي لطرح أسئلة والوصول لاكتشافات أو استكشافات. طيب لو تذكروا المحاضرة الأولى احنا اتكلمنا عن الفرق بين الاكتشاف والاختراع، وإن الاكتشاف ده بيكون لشيء موجود من الأساس. أنا لما بنظر بعيني وابتدي أتساءل بكتشف أشياء ما كنتش شايفها قبل، دي ميزة الاستقصاء. الجزء الثاني في الاستقصاء بيتكلم عن بداية الاستقصاء. الاستقصاء يبدأ منين؟ بيبدأ عن طريق الحواس. أنا بجمع المعلومة أصلاً عن طريق الحواس بتاعتي، بشوف بعيني ظاهرة معينة، بسمع أصوات بعينها بتدلني على حاجات معينة، ده صوت كذا ده صوت كذا. ببتدي ألمس الأشياء دي المادية دي وأقرر إيه المؤذي إيه المضر إيه الشيء اللي ما بيضرش وهكذا. عن طريق الحواس بتاعتي ببتدي أميز كل شيء وأتعرف عليه. تمام؟
في تعريف ثاني للاستقصاء بيقول إنه هو التفكير فيما نعرفه، لماذا يجب أن نعرفه، وكيف يمكننا أن نصل للمعرفة. بمعنى إيه؟ معنى أن الاستقصاء ده بيخليني أفكر في الشيء اللي أنا عارفه ده، المشكلة اللي قدامي أو المرض اللي قدامي أو القضية اللي أنا بتناقش فيها. ليه لازم أتعرف عليه؟ ليه لازم أعرفه؟ إيه أهميته؟ هيفيدني بإيه؟ وإزاي أقدر أتعلم أكتر عنه؟ وإزاي لو في مشكلة أقدر أعرف جوانبها كلها وأدرسها كويس وأوصل لها لحلول؟ ده برضو يعتبر استقصاء. فالاستقصاء دراسة للطبيعة، دراسة للمشكلات، بيتم عن طريق الحواس، وده بيخليني أبتدي أطرح أسئلة وأوصل لاكتشافات جديدة. نضيف كمان لتعريف الاستقصاء إن عملية البحث وتحسين الاكتشافات حول ظاهرة علمية. لو أنا مثلا عندي ظاهرة علمية معينة، أي حدث علمي معين زي الكسوف والكسوف وغيره، أنا عايز أبحث واكتشف وأفسر الظاهرة دي وأعرف بتحصل إيه وإزاي، وهل ممكن أعرف عنها أكتر ولا لأ، هل ممكن يفيدني الموضوع ده بشكل أكبر أو لأ، وهكذا. ده برضه استقصاء. أن الاستقصاء نقدر كده نلخص موضوع الاستقصاء العلمي إنه أسلوب بيتضمن إن أنا أكتشف العالم من حواليا، القضايا الموجودة حواليا، المشكلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتدور المشكلات الموجودة حوالينا عن طريق الحواس، ونبتدي نحاول عن طريق الاستكشاف ده أو المعرفة دي إنه نطرح أسئلة بحيث إننا نفهم الموضوع اللي إحنا شايفينه قدامنا ده أو اللي تعلمناه ده نفهمه كويس، نعرف عنه أكتر، بعدين نبتدي نكتشف أشياء جديدة عنه. ولو كانت مشكلة اكتشفتنا دي المفروض إنها تاخدنا لحل هذه المشكلة. تمام، ده اللي هو الاستقصاء العلمي. الاستقصاء ده ليه مجموعة من المفاهيم مرتبطة بيه. فهل يقدر حضراتكم يقولوا لي إيه الحاجات اللي ممكن تكون أو المفاهيم اللي ممكن تكون مرتبطة بالاستقصاء العلمي؟ تفتكروا إيه المفاهيم التانية اللي ممكن تكون مرتبطة بالاستقصاء من التعريفات والكلام اللي إحنا حكيناه عنه ده؟ إيه رأيكم؟ إيه تاني ممكن يكون مرتبط بالاستقصاء؟ تفتكروا إن أهم قاعدة عندنا في السيشن المشاركة. تمام؟ العدد الموجود ما شاء الله كبير، أنا عايز الناس تشارك، يا ريت تكتبوا لنا في الشات. ايه المفاهيم اللي ممكن تكون مرتبطه بالاستقصاء العلمي؟ هل الاستقصاء ده مثلا خلاص انا عرفت معلومه فالمعلومه دي هتثبت عندي، ولا ممكن ابحث اكتر والمعلومه دي تتغير او تختلف؟ هل مثلا الاستقصاء ده محتاج تعاون ولا انا ممكن اقوم بيه كجهد فردي؟ تمام، هل المعلومه اللي انا وصلت لها دي مش محتاجه ان انا كل شويه اعملها تقويم او غيره؟ ايه رايكم؟ ايه مفاهيم تانية ممكن تكون مرتبطه بالاستقصاء؟ اذا نادئ بتقول البحث، اكتشاف، التأكد من المعلومات. تمام، البحث احنا قلنا ان احنا اصلا بنبحث، بداية الاستقصاء والبحث. الاستقصاء هو التعاون بين الافراد، ده كلام حسن صفاء. تمام، هو في تعاون، ففي من ضمن المفاهيم التعاون، التأكد من المعلومة زي ما قالت الاستاذة نادية، ده من ضمن انه المعلومة بتاعتي تكون دقيقة، اللي هي الدقة او المحتوى الدقيق، ده مفهوم تاني مرتبط بالاستقصاء. ايه كمان؟ عايزين مشاركة أكتر. أستاذة روضة بتقول البحث للتأكد، إحنا بنبحث عن معلومة نتأكد منها بشكل أكتر.
تمام. شيرين بتقول إنها طريقة تتمركز حول الطالب للتأكد من صحة معلومات أداء تعريف الاستقصاء. إحنا عايزين يعني بنتكلم عن إيه المفاهيم التانية المرتبطة بمفهوم الاستقصاء؟ إيه الحاجات اللي بيحتاجها الاستقصاء؟ طيب ممكن نحتاج نعمل إيه عشان ننجح الاستقصاء؟ تأكد من مصدر المعلومة وأستاذة منال، تمام. تسجيل اللي هي الدقة، قدرة على تحديد المشكلات واستقصائها وتكوين الفروض والتجارب، تمام جدا. دي خطوات الاستقصاء هنتكلم عنها بعد شوية. أستاذ مصطفى بيقول تحديد المشكلة، تمام. عمل استبيان لاستخلاص المعلومة، أستاذ منال، من ضمن أدوات البحث العلمي. البحث المستمر عن حل، أستاذ مصطفى، البحث المستمر، تمام. ده تعريف الاستقصاء، أستاذ شيرين، تمام. إننا نتبع خطوات البحث العلمي زي ما بيقول الأستاذ مصطفى، تمام، ماشي، مفيش مشكلة. ضمن أساليب البحث العلمي اللي هو الاستقصاء، إحنا بنمشي على نفس خطوات البحث العلمي، تمام. أستاذة محاسن بتقول إنه الاستقصاء هو أسلوب في التعلم يمكن أن يصف أي موقف تعليمي يكون فيه فعالًا وناشط، تمام. الحصول على التعريفات من خلال البحث وتجميع الآراء، أستاذة أمل، تمام. طيب نكمل في إيه المفاهيم المرتبطة بمفهوم الاستقصاء؟ زي ما حضراتكم قلت كده بالظبط، إنه من ضمن المفاهيم المرتبطة بمفهوم الاستقصاء أو المفهوم اللي فيه تقويم مستمر. تقويم مستمر، معنى إيه تقويم مستمر؟ بمعنى إني كل ما أتوصل لمعلومة وأبحث أكتر لازم أقيم المعلومات بتاعتي دي وأبتدي أشوف مدى جدواها، مدى فائدتها، مدى ارتباطها بالموضوع اللي أنا ببحث فيه أو المشكلة اللي أنا ببحث فيها. أستأذنكم بتوقف 5 دقايق عشان بس أذن العشاء عندي. أنا عارفة إن التوقيت مختلف عندكم، وإحنا هنا في محافظة سوهاج الأذان عندنا بيبدأ قبلكم. أستأذنكم 5 دقايق.
رجعنا لحضراتكم من جديد. نكمل المفاهيم المرتبطة بالاستقصاء العلمي. زي ما قلنا التقويم المستمر، لأنه أنا طول الوقت ببحث عن المعلومة أو بدور حواليا أو بنظر في الواقع حواليا في العملة من المادي اللي حواليا في المشكلات اللي بقابلها في المجتمع أو في المدرسة أو في البيت وغيره. فبالتالي أنا لازم كل شوية المعلومات دي بتختلف وبتتغير، تمام؟ مش معقول نفس الظاهرة هتفضل على وضعها طول الوقت، لا، المشكلة ممكن تزيد أو ممكن تتحسن، الظاهرة ممكن تختفي لسبب من الأسباب، ممكن تفضل موجودة. فالمفروض إن أنا أعمل تقويم مستمر للمعلومات دي، إيه اللي أضيفه ليها، إيه اللي أحذفه وإلى آخره. العرض مش ظاهر، العرض واضح عند حضراتكم؟ طيب تمام، انا هقفل البرزنتيشن وهفتحه تاني عشان لو في مشكله عندي. تمام، العرض واضح عند حضراتكم؟ تمام، نكمل إن شاء الله. المفهوم الثاني المرتبط بالاستقصاء العلمي التطبيقات الواقعية. إن أنا لما بشوف الظاهرة دي وبدرسها وبتعلم عنها، ببتدي أحاول أطبق اللي اتعلمته واللي فهمته عن الظاهرة دي بشكل عملي. أنا ما بكتفيش في الاستقصاء العلمي بإن أنا آخد المعلومة وأحتفظ بيها وخلاص، لا، أنا لازم أبتدي أطبق الحلول والمعلومات اللي أنا وصلت لها وأشوف مدى جدواها ومدى فايدتها. ده يعتبر أهم جزء في الاستقصاء العلمي. ما ينفعش إن أنا أستقصي، ومن كلمة استقصاء إن أنا ببحث بشكل دقيق عن المعلومة، بتقصى المعلومة دي، يعني ببحث كويس وبدور يمين وشمال، بحاول أغطيها من كل جوانب. لازم في النهاية الموضوع ده يكون ليه فايدة واقعية، ما ينفعش إن أنا أبتدي أدور وأبحث وأركن المعلومة دي في الآخر ما استفدتش منها. لازم المعلومة اللي حصلت عليها يكون ليها تطبيق وفايدة وأهمية في الواقع. بعد كده في مفهوم التعاون. معنى الاستقصاء العلمي ما يفضلش إنه يتم بشكل فردي، وعادي مفيش مشكلة إنه يتم بشكل فردي، لكن الأفضل إنه يكون في تعاون، لأن التعاون بيسهل الحصول على المعلومة لما يكون كل فرد، وخاصة لو إحنا بنشتغل في فصل دراسي بنتعامل مع طلبة، كل طالب لما ياخد جزء من الموضوع أو عنوان من الموضوع يبحث فيه، ده هيديله مساحة أكبر إنه يبحث بشكل أفضل، ونبتدي نقعد مع بعض ونجمع المعلومات دي فنوصل لنتائج أفضل. المفهوم اللي بعده المرونة. بمعنى إن أنا لما أوصل لمعلومة ما أتمسكش بالمعلومة القديمة اللي كانت عندي وأرفض إن أنا أغيرها، لازم أكون مرن متقبل إن في معلومات تتغير، في أشياء تضاف، في أشياء تتحذف، في أشياء جديدة أنا هوصل لها معلومات جديدة لازم أتقبلها. ما ينفعش إن أنا يبقى فكري جامد واقف عند نقطة معينة مش عارف أغيرها. خلاص انا اقتنعت ان الشيء ده سيء فخلاص هو وحش انا مش هغير رايي، تمام، ما ينفعش، لا، لازم اتقبل كل شيء جديد، لازم اتقبل اراء الناس الثانيه وافهمها كويس وادرسها لعل يكون فيها فايده، ما ينفعش اقع رايي انا الشخصي او عندي المعلومه اللي انا متمسك بيها من سنوات. كل شيء بيتغير بسرعه رهيبه،
لو ما كانش الانسان مرن وقابل للتغيير صعب جدا انه يتحسن ويتقدم ويقدم شيء جيد. المحتوى الدقيق زي ما حضراتكم قلتوا ان المحتوى اللي انا ببحث فيه لازم يكون دقيق، ما ينفعش انا ابحث حواليا وادور هنا وهنا وهنا واجمع اي معلومه من غير التاكد من مصدرها، من غير التاكد من صحتها. لازم يكون المحتوى اللي انا بطلع بيه في نهايه عمليه الاستقصاء يكون محتوى دقيق ومنصف. دي المفاهيم اللي بتضمنها الاستقصاء العلمي ومرتبطه جدا بيه، ان يكون ليه تطبيقات واقعيه، ان يكون في تقويم مستمر للمعلومات اللي بوصل لها عن طريق الاستقصاء، ان يكون في مرونه تحديث المعلومات دي وتقبل الجديد. وزي ما بتقول الاستاذه فاطمه ان التعاون والمشاركه فيهم فايده كبيره جدا، فالتعاون من ضمن المفاهيم المرتبطه بالاستقصاء العلمي بشكل كبير، وان يكون المحتوى بتاعي دقيق ما فيهوش لبس ما فيهوش مشكله. طيب احنا هنا هننتقل لفوائد الاستقصاء العلمي. الاستقصاء من تعريفه ان هو بيجمع معلومات بيبحث فيه، حاول يبحث في حلول المشكلات، بما ان هو اسلوب من اساليب البحث العلمي لازم يكون هدفه النهائي ان انا اوصل لحل للمشكله او لابتكار جديد او لاكتشاف غير مسبوق. فبالتالي من ضمن فوائد الاستقصاء ان انا افكر كعالم. ولو تلاحظوا المنهج الجديد بتاع التربية والتعليم الموجود حاليا في منهج العلوم بالذات، في نشاط دايما اسمه فكر كعالم، لاحظ كعالم، ابحث كعالم، وبيحاول ينمي مهارات التفكير كعالم عند الطالب. وده من ضمن احد اهم مميزات النظام التعليمي الجديد، انه بيركز على تنمية مهارات البحث العلمي والتفكير الابداعي بشكل كبير. قد يكون او قد تكون الامكانيات مش مساعدة ان يتم تطبيقه بالشكل الصحيح، او عدم الفهم من عدد كبير من المعلمين للأسف، او لا الامور واكتر من ذلك للأسف هي اللي مخلية في حاجز بين الجانب النظري في نظام التعليم وبين تطبيقه عمليا بالشكل اللي يخليه يؤدي النتائج المطلوبة منه. احنا تقريبا بنفكر لسه بنفس التفكير القديم ان نحفظ الطالب المعلومه ويسمعها. مهارات التفكير كعالم ما هياش اصلا موجوده عند المعلم، فبالتالي هو مش عارف يكسبها للطالب، واذا كانت موجوده مفيش امكانيات مساعده انه ينمي ده، واذا كان الاثنين موجودين مفيش الدافعيه والحافز اللي بيخليه يشتغل ده. فللاسف احنا بنفتقد للتطبيق بصراحه. أعتقد إنه العيب مش بس في المنهج وعدم مناسبته الإمكانيات، العيب في عقليات كتيرة موجودة للأسف. فمن ضمن فوائد الاستقصاء العلمي التفكير كعالم، فكر العلماء إني أبحث وأدقق وإن يكون عندي عين دقيقة قادرة تميز الاختلاف، تميز الأشياء الجديدة، تقدر تفكر بشكل ناقد، تنقد المعلومة وتحللها وهكذا. دي من ضمن مهارات التفكير كعالم. تنمية مهارات القرن 21 اللي هي المهارات، بيقصد المهارات التكنولوجية عموما، إني أقدر أستخدم التطبيقات التكنولوجية الحديثة، إنه طبق ده في مجالي التعليمي أو في غيره أو في أي مجال أنا بشتغل فيه وهكذا. فهم أعمق للمحتوى العلمي، أنا لما أطبق خطوات الاستقصاء العلمي أو أطبق طريقة الاستقصاء العلمي دي، إن أنا أخذ المحتوى العلمي اللي قدامي ده في الكتاب أو في مرجع أو في غيره وابتدي أنظر ليه. الأول إحنا قلنا هننظر حولنا، هننظر نشوف كده العالم المادي حولنا في إيه، فأنا هنظر في المرجع ده أو في الكتاب ده أو في التخصص بتاعي ده، وبعدين ابتدي اتساءل المعلومات اللي موجوده قدامي دي ايه منها صحيح، ايه منها دقيق، ايه اللي ناقص، ايه اللي ممكن نضيفه. طب هل في مشكله معينه ممكن نحلها؟ هل المنهج ده ناقصه شيء ممكن نضيفه؟ هل في اجزاء معينه محتاجه انها تتشال مش مرتبطه بالمنهج وغيره؟ طب تعالى نلاقي حلول. طب خلينا نبتدي نوصل لاكتشافات جديده. كل ده لو عملناه في المنهج اللي قدامنا او في اي محتوى علمي بنقابله هنوصل لفهم أعمق وفهم أحسن من المحتوى ده. تمام؟ هو بيحاول ينمي مهارات التفكير العليا، وده أسلوب الاستقصاء لما أنا بستخدمه في تنمية مهارات التفكير العليا بيديني نتيجة كويسة جدا، لأنه سهل في التطبيق وسهل إن أنا أمشي عليه.
أنا الأول بنظر في المحتوى، بعدين ببتدي أتساءل عنه، ببتدي بعد كده أحلله وأشوف الصح والخطأ، إيه الجديد وإيه القديم، إيه اللي ممكن يتضاف، إيه اللي ممكن يتحذف. بعد كده ببتدي أوصل لاكتشافات إن المنهج ده محتاج كذا يتضاف إليه، محتاج ده يتحذف، محتاج ده يتعدل. فأنا لو استخدمت أسلوب الاستقصاء العلمي مع أي محتوى بشتغل فيه، مع الشغل بتاعي عموما، أي مجال أنا متخصص فيه، ده هيحل لي مشكلات كتيرة، يعني هيحقق لي فهم أحسن من المحتوى اللي قدامي. النقطة الأخيرة إظهار سلوك إيجابي تجاه العلوم، بمعنى إن أنا مبصش للعلم وخاصة العلوم التجريبية زي الفيزياء والكيمياء وغيرها إنها أمور معقدة وإيه ده مواد صعبة ومش سهل إن أنا أفهمها ودي مواد تقيلة، بل إني بتعامل معها بأسلوب الحفظ مش أسلوب الفهم. ما ببتديش أستخدم فيها طريقة الاستقصاء أو أي طريقة تانية من طرق البحث العلمي، لا أنا بستخدم الحفظ والاستصغار، أحفظ وأسمع. فبالتالي ده بيدي اتجاه سلبي ناحية العلوم، إن العلوم دي حاجة صعبة وإنها تقيلة ومتعبة ومذاكرتها وحشة وهكذا. فأنا لو حاولت أستخدم أسلوب الاستقصاء العلمي ده هيسهل معايا كتير فهم عدد كبير من العلوم، فبالتالي هيخلي لدى الطالب والمعلم اتجاه إيجابي أفضل ناحية العلوم. فزي ما قلنا إحنا من ضمن فوائد الاستقصاء إنه بينمي مهارات القرن 21 التكنولوجية وغيرها، إنه بيعلم الطالب والمعلم كمان إنه يفكر كعالم، إنه بيدي فهم أعمق للمحتوى العلمي، وبيكون سلوك واتجاه إيجابي تجاه العلوم المختلفة. طيب في مجموعة هنا من المفاهيم الخاطئة عن الاستقصاء العلمي، محتاجين إننا نصححها مع بعض. أنا هذكر المفهوم، المفهوم ده خطأ، عايزة حضراتكم تصححوه، تمام؟ أول مفهوم خاطئ عن الاستقصاء العلمي إنه يجب أن يتم تدريس كل العلوم عن طريق الاستقصاء. المعلومة دي خطأ، عايزة حضراتكم تصححوها. هل لازم كل أنواع العلوم شتى أشكالها، العلوم التجريبية أو العلوم النظرية، لازم تدرس عن طريق الاستقصاء؟ ولا في طرق تانية؟ عايزة حضراتكم تصححوا المفهوم ده. شاركوا معايا في الشات، ابعتوا لي تصحيح المفهوم ده. يجب أن يتم تدريس كل العلوم عن طريق الاستقصاء، المفهوم ده خاطئ، إيه الصح بتاعه؟ عدد كبير حاضر، لكن للأسف عدد قليل جدا اللي بيشارك. أستاذ مصطفى بيقول الصح إن هناك طرق أخرى في الاستقصاء، تمام جدا. يعني مش ملزم إن أنا أستخدم الاستقصاء زي الملاحظات مثلا، أسلوب الملاحظة، تمام. أنا عندي بطاقة ملاحظة ممكن ألاحظ بها السلوك أو ألاحظ بها المحتوى أو أقيم بها المحتوى. الاستبيان دي من ضمن أساليب البحث العلمي، الملاحظة والاستبيان وغيره. أستاذة ميسة بتقول استقبال العلمي بنعتمد عليه في المعلومات الجدلية، تمام. هناك طرق الاستقصاء مثل الاستبيان والسلوك وغيره، تمام. أستاذة فاطمة بتقول طرق هي أدوات من ضمن أدوات البحث العلمي. المتابعة السلوكية، تمام. المقابل كل دي أدوات البحث العلمي، أدوات وليست أساليب. الأدوات شيء والأساليب شيء آخر. الاستقصاء أسلوب من أساليب البحث العلمي، أما المقابلة والاستمارة والملاحظات وغيرها دي أداة من أدوات البحث العلمي. أنا ممكن أستخدمها في الاستقصاء، يعني أنا ممكن أستخدم الملاحظة أو المقابلة في الاستقصاء العلمي، دي أدوات. أما الطرق غير الاستقصاء، التجربة العملية، ماشي، تمام. الاختلاف في المادة العلمية زي ما الأستاذ خليفة بيقول، أيوة المادة العلمية المواد مختلفة، مش كلها زي بعض، مش كلها ليها نفس الخصائص، ما ينفعش نستخدم فيها نفس الأسلوب مرة واحدة. إذا فاطمة بتقول أساليب زي النقاش والتجربة والتحليل، تمام، مفيش مشكلة.
المنهج الوصفي كويس جدا من ضمن مناهج البحث العلمي والسنة الشريف. زمايسة بتقول اختلاف الموضوع وطبيعة معلوماتك تفرض ان الاسلوب يكون مختلف. تمام جدا، ممتاز. بحوث الكم والكيف، تمام. بحوث الفعل، كل دي اساليب من يعني ادوات من ادوات البحث العلمي. طيب يبقى احنا زي ما حضراتكم قلتوا كده بالظبط، لا يجب ان يتم تدريس كل العلوم عن طريق الاستقصاء نظرا لاختلاف المواد وطبيعتها. يكون ممكن استخدم الاستقصاء العلمي في المفاهيم والمواد التجريبيه اكتر. اجي عند الجوانب النظريه مثلا، ممكن افضل استخدم اسلوب تاني، استخدم الاسلوب الوصفي مثلا، استخدم المنهج التاريخي فما استخدمش في استقصاء، وهكذا. الاستقصاء العلمي هو نفسه اسلوب التفكير العلمي. هل الاستقصاء العلمي هو نفسه اسلوب التفكير العلمي كله؟ يعني التفكير العلمي كله هو بس استقصاء؟ رأيكم هيختلف؟ تمام، بس خليفة بيقول هيختلف، مش كل استقصاء. تمام، أسلوب التفكير العلمي ده أسلوب متكامل للتفكير من ضمن الاستقصاء وغيره. فالاستقصاء مش هو نفسه التفكير العلمي، الاستقصاء أحد أساليب التفكير العلمي. الاستقصاء هو البحث، تمام. سوزان بتقول الاستقصاء هو البحث، تمام، كويس جدا. جزء من الاستقصاء بيعتمد على البحث، ان انا ابحث عن المعلومه. البحث العلمي هو الاستقصاء المنظم الذي يعتمد على عدد من العمليات النقديه لتطوير المعرفه العلميه، تمام. طيب النقطه الثالثه اللي محتاجين نصححها، ان يتطلب الاستقصاء العلمي ان يطرح الطلاب اسئلتهم ويبحثون فيه. الطلاب بس، يعني الاستقصاء العلمي بيشمل ان الطالب بس هو اللي يطرح اسئلته ويبحث فيه. المفهوم ده خاطئ. ايه راي حضراتكم الصح بتاعه ايه؟ يعني الاستقصاء العلمي ان الطالب يسال سؤال ويبتدي يبحث ويدور له على الاجابات، مش الطالب بس. تمام يا استاذ فاطمه. استاذ خليفه بيقول بالمشاركه مع المعلم، تمام جدا. يعني المفروض المعلم هو كمان يطرح، والموجه زي ما بتقول استاذ فاطمه انه كمان الموجه. يعني انا ممكن كمعلم او كموجه اطرح مشكله او اطرح موضوع قدام التلاميذ او مساله ما، واطلب منهم يستقصوا عنها ويبحثوا عنها. مش بس الطالب هو اللي من حقه ان هو يسال ويبحث. ولي الامر ممكن يساعدنا في عمليه البحث لكن ما تدخلش فيه. ثلاثة أربعة، يمكن أن يتم الاستقصاء العلمي بدون النظر للمفاهيم العلمية. يعني أنا هشتغل استقصاء علمي بس مش هبص لأي مفهوم علمي، مش ههتم بيه. المفهوم ده خطأ. الصح بتاعه إيه؟ أنا يتم، يعني الاستقصاء يتم من غير ما أنظر للمفاهيم العلمية، مش ههتم بيها، أنا هبتدي أبحث وخلاص. أستاذ خليفة بيقول المفاهيم العلمية هي الأساس. تمام جدا، أنا لازم أبني الاستقصاء بتاعي على المفاهيم العلمية، ولازم أكون محيط بيها كويس بالمفاهيم المرتبطة بالموضوع اللي ببحث فيه، وإلا أنا نفسي هتوه في الموضوع. كويس جدا. طيب إحنا صححنا كل المفاهيم دي. هنتكلم عن مستويات التعلم في الاستقصاء العلمي. مستويات التعلم في الاستقصاء، او نقدر نقول انواع التعلم في الاستقصاء، هو احنا ما بنفضلش نسميها انواع، بنفضل نسميها مستويات. ويعتبر احنا عشان نعلم الطالب يعني ايه استقصاء علمي وازاي يشتغل عليه، بنبتدي بنسميه زي سلالم كده. نبدأ الأول بالاستقصاء المحدود، أقل مشاركة للطالب، بعدين نبتدي نزود مستوى مشاركة الطالب أكتر وأكتر، ونقلل دور المعلم لحد ما نوصل لأعلى درجة من الاستقصاء اللي اسمها الاستقصاء المفتوح. إحنا بنبدأ بالمحدود وبعدين بنبتدي نزود دور الطالب في الاستقصاء ونقلل دور المعلم.
خلينا ناخد بالنا ان اساليب التعليم الحديثه معتمده اكتر على اشراك الطالب في العمليه التعليميه، وانه يكون هو اللي بيقود عمليه التعلم والمعلم بيشرف عليه. وكل ما قللنا دور المعلم ومشاركته كل ما ده ادى خبره اكتر ونمى شخصيه الطالب بشكل اكتر. عشان كده احنا لما بنبدا بالاستقصاء عايز اعلم الطالب الاستقصاء، ما ببداش مره واحده بالاستقصاء المطروح، لا احنا بنبدا بالاستقصاء المحدود اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. الاستقصاء المحدود ده في اقل نسبه مشاركه من الطالب والمشاركه الاكبر للمعلم. المعلم هو اللي هيقود والطالب هيشارك بنسبه بسيطه، وبعدين نبتدي نزود. ايوه بالظبط، بالتدريج زي ما بيقول الاستاذ عبد السلام، هنبدا بالتدريج. أول مرحلة وأول مستوى اللي هو الاستقصاء المحدود. الاستقصاء المحدود الطالب بينفذ التجربة من الكتاب. أنا عندي الكتاب المدرسي بتاع العلوم مثلا، بتلاقي فيه تجربة. التجربة جوه الكتاب ما بعد ما بتقلب صفحة التجربة بتلاقي الحل الناحية التانية. بتلاقي الملاحظات والاستنتاج في الصفحة اللي بعدها أو تحت على طول. فالخطوات موجودة والنتيجة إحنا عارفينها. فهم مش هيطرحوا أسئلة ومش هيعملوا خطوات من نفسهم. هم كل اللي هيعملوه إنه الخطوات المعلم هينفذ الخطوات قدامهم أو هيقراها من الكتاب، وهم هيقروا الملاحظات والنتيجة. بس مطلوب منه ان يعرف النتيجه، النتيجه موجوده في الكتاب والخطوات في الكتاب والملاحظه في الكتاب، كل شيء موجود وجاهز. تمام؟ كل المطلوب منه انه ينفذ الخطوات. هينفذهم بنفسه ماشي، هينفذهم المعلم بمشاركته تمام، مش هنقدر ننفذ التجربه دي خالص، على الاقل هنقرا الخطوات الموجوده في الكتاب ونعرفها كويس او نفهمها كويس. تمام. فالاستقصاء المحدود المعلومة أصلاً موجودة وجاهزة في الكتاب، كل اللي هعمله إن أمشي على الخطوات وأعرف النتيجة في الآخر. بعدين هبتدي مثلاً أحط لهم شوية أسئلة في الآخر يجاوبوها أو يكملوا نقط فاضية في النشاط، لكن في النهاية الطالب ما عملش مجهود كبير وما جابش معلومة من خارج الكتاب. المعلومة موجودة والخطوات موجودة وكل شيء جاهز، كل اللي بيعمله إنه يمشي على الخطوات. ده الاستقصاء المحدود. الخطوة اللي بعدها الاستقصاء المنظم. الاستقصاء المنظم، الاستقصاء المنظم المعلم هيطرح سؤال وبعدين يقول للطلبة عشان توصل للنتيجة دي هتمشي على خطوات 1 2 3 ويسيبه يوصل للنتيجة. يعني أنا ما عنديش نتيجة جاهزة، انا بس هدي لك الخطوات. انا هدي لك السؤال، هسالك السؤال وهقول لك على الخطوات، بس انت مش عارف النتيجه في الاخر. يبقى الاختلاف بينه وبين الاستقصاء المحدود ان احنا في الاستقصاء المحدود كنا عارفين النتيجه من الاول، لكن في الاستقصاء المنظم احنا مش عارفين النتيجه. دي الحاجه اللي نقصت، بالتالي مشاركه الطالب هتبقى في انه يوصل النتيجة، يمشي على الخطوات اللي قال عليها المعلم ويوصل لنتيجة. مثلا في تجربة كنت في الصف السادس في المناهج القديم، تجربة تحضير غاز ثاني أكسيد الكربون في المعدن. تمام. التجربة بتتم بمركبات معينة بنخلطهم مع بعض بتصعد غاز ثاني أكسيد الكربون في المعمل. الخطوات في الكتاب والنتيجة في الكتاب وكل حاجة موجودة. أنا نفذت يعني قدام الطلبة أو طلعت مجموعة من الطلبة نفذوا التجربة في المعمل وتمام من الكتاب، مش على الخطوات الموجودة في الكتاب والنتيجة الموجودة في الكتاب وتمام. ده استقصاء محدود. اديتهم نشاط في نهاية الدرس إنه تروح البيت تجيب خل، بيكربونات، بالونة، تحط البيكربونات في البالونة وتركبها في إزازة فيها معلقتين خل، تركب البالونة في طرف الإزازة من فوق، تنزل الكربونات في الخل،
تنتفخ البالونه نتيجه تصاعد ايه؟ وبسيبهم يفكروا ليه بتنتفخ البالونه وايه التفاعل اللي حصل. فانا هقول له على اساله السؤال ليه البالونه تنتفخ، ادي له ادوات وادي له خطوات وسيبه هو يوصل للنتيجه. هو ما يعرفش البالونه بتنتفخ ليه ولا الغاز اللي هتصعد ايه، هو مش عارف النتيجه. هروح البيت يمشي على الخطوات اللي انا قلت له عليها وينفذ التفاعل ووصل لي للنتيجه. المطلوب منه انه يجيب لي ورقه مكتوب فيها انه نفذ الخطوات 1 2 3 ووصل للنتيجه كذا. البالونه تنفخت بسبب 1 2 3. المفروض انها تنتفخ بسبب تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون نتيجه التفاعل. ده استقصاء منظم كده. انا اديت للطالب نسبه مشاركه اكتر وقللت مشاركتي انا كده، زودت دور الطالب. والنوع ده من الاستقصاء بالذات حجر الاساس في التعلم بالاستقصاء، لانه الخطوه اللي الطالب بيبتدي يشارك فيها بنفسه. النقطه اللي بعد كده الاستقصاء الاسترشادي. هنا هنبتدي نقلل دور المعلم شوية أكتر ونزود دور الطالب. المعلم هيطرح السؤال وسيب الطالب يختار الطريقة والخطوات اللي هيوصل بيها لإجابة السؤال. تمام؟ فإحنا بدأنا بإن كل حاجة جاهزة عند الطالب، السؤال، الخطوات، النتيجة. قللنا شوية بإن إحنا شلنا النتيجة وخلينا السؤال والخطوات. دلوقتي قللناهم اكتر في الاستقصاء الاسترشادي وشلنا الخطوات كمان. فكده احنا عندنا السؤال فقط بيطرح المعلم والطالب هيمشي على الخطوات ويجاوب، هو هيختار الخطوات اللي هيمشي عليها بنفسه ويجاوب على السؤال او يوصل للنتيجه بنفسه. فالمعلم بس طرح السؤال. كده ثلاث ارباع المشاركه للطالب والربع للمعلم. تمام؟ الاستقصاء المنظم كان تقريبا النص، الاسترشادي ثلاث ارباع للطالب وربع المشاركة للمعلم. في ناس بتقول ان الشاشة وقفت، تمام من حق العرض وهشير تاني عشان تظهر من حضرتك. كده البرزنتيشن ظهر. ايوه ظهر. تمام. احنا كنا بنتكلم عن انواع الاستقصاء، وصلنا للاستقصاء الاسترشادي. نرجع تاني نقول كان عندنا استقصاء محدود، كل المشاركه للمعلم والمعلومه جاهزه قدام الطالب، الطالب بيمشي على الخطوات اللي موجوده فقط والنتيجه موجوده عنده من الاصل. دي نسبه مشاركه 100% للمعلم ونسبه بسيطه يعني حوالي 99% للمعلم و1% للطالب اللي بيمشي على الخطوات. الاستقصاء المنظم نص للمعلم ونص للطالب. المعلم هيسالك السؤال والخطوات، حضرتك هتوصل للنتيجه، تمشي على الخطوات وتوصل للنتيجه. الاستقصاء الاسترشادي ثلاث ارباع المجهود على الطالب وربع على المعلم. المعلم بس هيطرح السؤال ويسيب للطالب حريه اختيار الطريقه والخطوات اللي هيمشي عليها عشان يوصل لحل السؤال، زي كتب الطبخ مثلا. احنا هندي لحضرتك عنوان الطبخ ومكوناتها وانت تمشي على الخطوات وتوصل للنتيجه براحتك. بعد كده هنوصل للاستقصاء المفتوح اللي هو نسبة المشاركة الأعلى تماما للطالب ونسبة بسيطة جدا للمعلم اللي شرف على التجربة فقط. تمام؟ أنا بس هتكلم في موضوع عام.
انا هقول لكم موضوع وانتوا تبحثوا براحتكم، شوفوا ايه الاسئله اللي انتوا عايزين تطرحوها عن الموضوع ده وهتوصلوا اجاباتها ازاي. ولو هتحتاجوا تعملوا تجارب انتوا هتختاروا الخطوات بتاعه التجربه وازاي ننفذها براحتكم تماما، مفيش تدخل للمعلم. المعلم بس بيطرح الموضوع، بيديني عنوان الدرس كده فقط. حضرتك تشوف انت طالب عايز تسأل عن ايه في الموضوع ده، تسجل اسئلتك وتبتدي تبحث لها عن الجنس. لو في تجربه محتاج تتحقق منها او تتاكد منها بترجع الخطوات بنفسك وتطلع بالاستنتاج في الاخر بنفسك. المعلم هنا مش مشارك غير بطرح العنوان بنسبه بشكل كامل للطالب. دي اسمها مستويات الاستقصاء، مش انواع، هي مستويات. احنا بنبقى عايزين نعلم الطالب استقصاء، نبتدي نمشيه سلمه سلمه، ما نبتديش مره واحده ندي عنوان ونقول له ابحث، مستحيل انه يتعلم، لازم اخده خطوه خطوه. ما ينفعش في المدرسه اجي اكتب عنوان على السبوره ولا الطالب حس، لا لا، انا ببدا بالاستقصاء المحدود، اجهز له كل شيء واخليه يشتغل معايا بفصل، ابتدي بعد شويه اخليه منظم، اخليه استرشادي لحد ما اوصل لمستوى الاستقصاء المفتوح، ان انا اديله بحث شامل عن موضوع مثلا معين اقول له ابحث في الموضوع الفلاني، وهو يبتدي يسال اسئله ويحدد العناصر ويشتغل لوحده، ساعتها يكون هو جاهز انه يعمل كده. ناقص في عندنا هنا معرض زي ما حضراتكم شايفين لدور المعلم والطالب في عمليه الاستقصاء. في الاستقصاء المحدود اللي بيطرح السؤال هو المعلم، وهو اللي بيختار الخطوات، وهو اللي بيوصل للنتيجة، لأن ده كل ده بيكون مكتوب في الكتاب أساساً وجاهز. دور الطالب بيمشي على الخطوات بس مش أكتر، تعتبر مفيش دور. في الاستقصاء المنظم المعلم هيطرح السؤال ويحدد الخطوات، الطالب مطلوب منه يوصل للنتيجة اللي هي علامة الصح الناحية التانية، يوصل للنتيجة فقط. في الاستقصاء الاسترشادي المعلم بيطرح السؤال فقط، والطالب هو اللي بيختار الخطوات وهو اللي بيوصل للنتيجه. في الاستقصاء المفتوح الطالب هو اللي بيقوم بكل شيء، المعلم بيديله عنوان وهو بيطرح الاسئله ويختار الخطوات اللي يمشي عليها ويوصل للنتيجه المناسبه. كده احنا نبقى انتهينا من موضوع الاستقصاء العلمي. تمام، بدأنا لو تذكروا بمفهوم الاستقصاء. هو مش تعريف دقيق لكنه نقدر نقول صفات الاستقصاء أو اللي بيميز الاستقصاء كأسلوب علمي. زي ما قلنا إنه بيبدأ بإني أكتشف الطبيعة والعالم من حواليا. أنا لو طفل صغير هكتشف البيئة أو المكان اللي حواليا وأنا رايح المدرسة أو راجع منه، إيه الكائنات اللي بشوفها، ايه الظواهر اللي انا ممكن الاحظها. احنا بنبتدي كمدرسين علوم نطلب من الطالب انه يلاحظ في جزء في منهج العلوم في الصف الخامس منهج جديد الثاني بيتكلم عن المسطحات المائيه في قدام المدرسه، لو في ترعه لو في غيط قريب وهكذا، بنبتدي نقول له بص على مصدر المياه ده، تمام، ايه الكائنات اللي عايشه حواليه، ايه الكائنات اللي عايشه جوه، الشجر هل معتمد عليه ولا مش معتمد عليه، ايه الكائنات اللي عايشه فوق الاشجار اللي حوالين مصدر المياه ده، ايه مصدر تغذيه الكائنات اللي موجوده جوه المياه، هل انت شايف انه في مثلا مشكله زي مشكله نظافه في مصدر المياه ده الناس بترمي القمامه فيه، طب ايه الحل اللي ممكن نلاقيه للمشكله دي. عايزاكم تطلعوا بره المدرسه وانتم معديين المصدر المياه ده، شوف لي الحاجات دي وتلاحظها وتقول لي ايه ملاحظات، ادي له كده مجموعه اسئله وقول له ابحث لي في الاسئله دي شفت ايه. المره اللي بعدها انا ما بديلوش اسئله، انا بسيبه هو يسال، واقف في المكان الفلاني واسال شوف ايه الاسئله اللي ممكن تخطر في بالي، ايه اللي بتلاحظه، وهكذا نبتدي نطلع بيه درجة درجة عشان نعلمه إن تكون عينه عين باحث، عين دقيقة شديدة الملاحظة، تمام، دي أول خطوة. تاني حاجة بنعلمه إزاي يطرح سؤال،
وإن شاء الله السيشن اللي جاي هتبقى فيها الخطوات دي كلها. تمام. إزاي أطرح سؤال؟ إزاي أعرف السؤال ده له قيمة أو ملوش؟ إزاي أصلاً أوصل للأسئلة؟ أنا واقف في المكان هو بس مش عارف إيه ممكن أخطر في بالي، يعني إيه سؤال؟ إزاي أعمل سؤال؟ بعدين أبتدي يتعلم إزاي أطرح سؤال؟ إيه الأسئلة؟ بتطرح إزاي؟ بتكتب إزاي؟ بتم صياغتها إزاي؟ ببتدي أعلمه إنه يوصل لاكتشاف. طيب لما أنت جاوبت على السؤال ده وصلت لإيه؟ تعلمت إيه؟ استفدت إيه؟ وهكذا. حضرتك قادر إنك تعلم الطالب باستقصاء بطريقة غير مباشرة وبطريقة بسيطة جدا. هما مش محتاج أجهزة أو مش محتاج تكنولوجيا، مش محتاج أي شيء، محتاج إنك تعلمه يكون ذو عين دقيقة الملاحظة وباحثة. وإزاي يطرح السؤال وإزاي يوصل لاكتشاف من وراء الأسئلة اللي بيسألها دي. تمام؟ تعلمه إنه ما ياخدش أي معلومة على إنها مسلم بيها. تعلمه إنه يبحث في كل معلومة بتوصل له من أي شخص. كل ما بتعلمه الصفات دي حضرتك بتعلمه يكون باحث. باحث علمي. لو الأسلوب ده اتأكد عنده من هو صغير، تأكد إنه لما هيكبر مش هيبقى زيه زي أي طالب بيتعلم بطريقة تقليدية أبدا. وده موضوع مش محتاج مجهود كبير. مش محتاج إمكانيات، محتاج إن حضرتك تدي فرصة للطالب 5 دقائق في نهاية كل حصة تعلمه حاجة من دول. تعلمه إنه يكون عنده دقة الملاحظة، توجهه إنه ينظر لأماكن معينة، لظواهر معينة حواليه قريبة منه. تعلمه إزاي يطرح السؤال، تعلمه إزاي يوصل لاكتشاف من وراء السؤال. لو عرفت تعمل ده أنت كده كونت بداية باحث علمي. تمام؟ ده بالنسبة للاستقصاء العلمي، واتكلمنا عن المفاهيم المرتبطة بيه زي التقويم المستمر، تطبيق انه المعلومات بتاعتي دي اقدر اطبقها في الواقع واستفيد بيها، التعاون انه اشتغل في مجموعة مش كفرد، انه كل المحتوى اللي بيوصله ده دقيق، ازاي احاول استبعد الحاجات المش مهمة والمش مرتبطة بالموضوع، وازاي يكون مرن في انه يتقبل الاراء الاخرى والمعلومات الجديدة عنه. واتكلمنا عن فائدة الاستقصاء العلمي، واتكلمنا عن بعض المفاهيم الخاطئة اللي بيتكلموا فيها فيما يخص الاستقصاء. بعدين اتكلمنا عن مستويات الاستقصاء، الاستقصاء المحدود أكبر دور للمعلم، أقل دور للطالب، الاستقصاء المنظم ودور أكبر شوية للطالب ودور أقل للمعلم، الاستقصاء الاسترشادي اللي فيه بس المعلم بيطرح سؤال والطالب بيعمل أغلب الشغل، الاستقصاء المفتوح اللي مشكل أكبر فيه بيكون الطالب دون مشكل المعلم. أتمنى حضراتكم إنه تكونوا استفدتوا من المحاضرة، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة الجاية بإذن الله. لو في حد من حضراتكم أي أسئلة تفضل. شكرا أستاذة شيماء على هذا اللقاء الممتع عن الاستقصاء في البحث العلمي، وإن شاء الله لو أي أسئلة برفع اليد ونفتح المايك إن شاء الله. لو في أي أسئلة عند الزملاء